هنبدأ من جريدة الأخبار اللي أبرزت لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بوزارة الكهرباء والبترول والمالية، واللي كان بحضور رئيس الوزراء والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة. الرئيس السيسي وجه خلال هذا اللقاء بأهمية مواصلة الجهود لتحديد الشام من قطاعي الكهرباء والبترول، وده بهدف تحسين الخدمة المقدمة في جميع أنحاء البلاد وتلبية احتياجات مصر التنموية من الطاقات.